تريد تغيب من منهج قدوتك في الحياة صاحب الرسالة وخاتمها سيد الأنبياء ومقدمهم صاحب لواء الحمد يوم القيامة، بتحط قدامه بدله نصراني يهودي ملحد؟ من أنت إذن؟ لا والله لا أنت بالمؤمن ولا بالمتحقق بحقائق الإيمان. ابحث عن دين صحيح، ابحث عن تقويم دينك كما ينبغي. من قدوتك في الحياة؟ إلى من تنتمي في باطنك؟ يقولون آمنا بالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. الله قال مهما قالوا آمنا وأطعنا، قال ربي في شهادته عليهم وما أولئك بالمؤمنين، وما أولئك بالمؤمنين. هل تسمع أو فاسمع وأسمعها من في صلبك. فدعوة محمد بلغت وما قصر في الأداء ليحمل اللواء يوم القيامة وليقطع كل من لم يستجب له إلى ظلمات النيران ووقودها، وليظفر ويفوز من أطاعه بالدخول تحت لواء الحمد.